تحت شعار اقتصاد بلا حمد انطلقت تظاهرات شعبية تتقدمها يافطات طوبع عليها صورة ورقة النقد من فئة 20 دينار بعد اقتطاع صورة الحاكم حمد الخليفة منها، في إشارة إلى الرفض الشعبي لاستغلال الأسرة الحاكمة اقتصاد البلاد لقمع الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير من عام 2011. وقد ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام الحاكم مؤكدين على خيار إسقاط الدكتاتورية القبلية وحق الشعب في تقرير مصيره. إلى ذلك أقدمت قوات النظام على قمع عدد من التظاهرات الحاشدة باستخدام القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن الانشطاري المحرم دوليا. على صعيد آخر أكدت مصادر حقوقية أن الشاب صادق العصفور البالغ من العمر 17 عاما معتقل في العيادة الطبية التابعة لوزارة الداخلية، وأفادت عائلته أنه أصيب برصاص قوات النظام حينما كان برفقة الشهيد فاضل عباس مسلم في 8 يناير في بلدة المرخ غرب العاصمة المنامة. وأوضحت العائلة أن حالته حرجة وطالبت بالكشف عن مصيره. الجدير بالذكر أن الشاب صادق العصفور لم يكن مطلوبا واختطف بعد إصابته بالرصاص.